سعيد عنده مهمه دفاعيه على مايكي فيبرا، مايكي بيخترق بمر لقدام عند دوين جاكسون، دوين جاكسون بيروح مايكي فيبرا، دوين جاكسون بنزلها لقطر ماجوك اي لاف ذيس جيم. فادي الخطيب بسدد، فادي بسجل الخطيب، كريم زنون عم يعمل ستيل، مايكي فيبرا بيروح على السله وسجل مايك، بمر لقدام لعلي مزهر، تمريرة طويلة لا لا لا، بيعطي اوبن شوت ما بسجل مزهر، قطر ما شوك لبرا عند والتر، والتر بنزله يلا جرار حديد يا هلا، فيبرا بيروح ليعطي الرستو، كريم محاولة ثلاثية بسجل الزينون، والتر يخترق والتر اي لاف ذيس جيم، جيرار عديد يا والتر هاتش بمرر، فريق مصر عم يلعب بطريقه ممتازه لا والتر هاتش، صار والتر هاتش بده يكبس، فادي الخطيب يعطي جاد يلي بسدد على الارك بسجل جاد خليل للمره الثانيه عن الارك، فادي الخطيب بطلع الطابة للمزهر، المزهر بيعطي جاد خليل والاخير بسدد، لا يا جاد، لا يا خليل، والتر والتر بسجل والتر، والمباراة عم تنتهي بنتيجة 76 68